عجبين شنو هذه تبون كيف حاجه جديده حاجه جديده شوف الكاميرا مالك احنا هسه في محافظة الداخلية تحديدا في ولاية نزوة. جينا للسوق المركزي اللي موجود في ولاية نزوة. اول شيء راح نشوف سوق الاغنام والابقار. دخلنا هسه سوق الغنم. هنا يسموها العرصة، احنا بالعراق نسميها المزايدة مال الاغنام. خلينا نشوف، شوف السياح كلها جاية على سوق الغنم. السياح الاجانب يصورون مندمجين بسوق الغنم. طبعا السواح هنا مستانسين تصوير، وهذه ها الاجانب متعجبين شنو هذه تبون كيف حاجه جديده حاجه جديده كيفين علينا. اول شيء المزاد يبدي بالاغنام، فتشوفون الاغنام تكمل، بعدين وراها ورا ما يخلص مزاد الاغنام تتحول الى الابقار. فهسه ننتظر مزاد الاغنام يخلص حتى نشوف مزاد الابقار. بدأ هسه مزاد سوق الأبقار، خلينا نشوف البقر. هذا الثور الهائج اللي جاي هسه هو اللي خرب المكان كله. هذا 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 شوفوا 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 ايش ضخمه. شوفوا قبل شوية الكل انهزمت منه. هاج عليهم الثور. جيب له رايه حمراء. جينا برا انسان. بعد ما خلصنا سوق الأغنام والأبقار هسه راح ندخل سوق التمور. هسه احنا بسوق الخضر، سوق الخضر كلش حلو ومرتب. فهذا الموز يقول لك موز ابو الحليب، صح؟ موز ابو الحليب. طبعا هذا الموز من عمان، زراعة عمانية خالصة. ما ننسى بالسوق متوفرة الحلوى العمانية، تريدون تاخذونه من السوق عند عبد الله بن سلطان بن ناصر العوف. سلطان عبد الله 3 مليون متابع. شكرا. القهوة بعتبر سوق الفخاريات. هاي تحافظ على الماء يظل بارد، وهاي حنفية، وحتى إذا كان حار فهي هم تبرد إذا يظل على الهواء. مصباح علاء الدين هسه يطلع المارد. شبيك لبيك الحلوى بين يديك. احنا اليوم نتغدى موز. بس شنو هذا الموز؟ تاكل 10 يلا تشبع، حتى 10 ما تكفي. هذا السوق الشرقي ببهارات العربية والهندية ومشكل. احلى ريحة بسوق البهارات، كلها بهارات ريحتها حلوة تريد بس تاكل. العسل العماني، عمان تشتهر بالعسل وخلايا العسل. سوق الطيور يبيعون طيور بانواعها،
تقريبا هي هوايه للاطفال اكثر يكون الاطفال يعني يجيبون يبيعون ويربوهم. هلا هلا الربع. طبعا ضروري بعد ما تكمل السوق والزياره وتكمل كل شيء وتشتري البضايع تجي تاكل لك لفه شواء المشكات الزين. اللفة ترى صغيرة فدير بالك إذا واحد يعزمك لازم تشتري إذا أنت تجوع وتأكل كثير 4-5 مقبلات هذا مقبلات تعتبر هذه. مدعوين بالبيت يا سلام حبيبي الغالي. أيوه هسه صرت عماني صحيح دكتور طاق العماني. ها دكتور طاق العماني. أيوه انتهت كاشف مفرفر بعد هيجي. اليوم سمك مشوي مع رز سلطه. بس السلطه هيك حلوه مبين عليها شهي. صار شكلها حلو. امور طيبه. هسه بعد ما اكلنا ونمنا وارتاحينا بضيافة سالم الغالي راح نطلع تشريف حبيبي الغالي راح نطلع إلى الجبل الشرقي نروح نصور منظر الغروب منك ونشوفكم المكان. نصور الغروب لأن ما لحقنا نصعد لأعلى قمة. وين راح نسوي الشوي؟ راح نصور لكم بالليل بس على مود الشمس ما تغيب عنا. تعال شوف شلون صارت. لما تقروها كيف تطلع. طلعنا درجة الحرارة كانت 32 الجو حار ماشي. هسه درجة الحرارة العلم عند الله شعورها 13 في نسمة برد خفيفة صارت. بعد ما تصعد إلى أعلى قمة الجبل طبعا مو إنه يقف الطريق لا أكو نزول من هنا تنزل إلى بلدة اسمها هاط. أيوة كده. أي. لازم فور ويل بس لازم فور بيل شنو فور ويل بالنزول. دفع رباعي يعني. دفع رباعي لازم يكون عندك في النزول. بالصعود عادي سيارة عادية تصعد بيها ماكو مشكلة ولكن بالنزول لازم يكون عندك فور ويل. ننتظر ابو سيف يجي يجهز المنقل والشواء. واذا صارت بارده انا اقعد بالسياره وهو خليه شوي. راح نحاول ننزل شويه بس واحد لازم ياخذ حذر. نزل على الخفيف. والله مكان كلش حلو يستحق الزياره انه الواحد يجي. سالم يقول لي نوصل هناك. قلت له انت انزل بس تعال اصعد بعدين. بس عادي ما كثير المسافه وصخري يعني عادي التسلق ماله. بس لازم تاخذ حذرك شويه وخلص ولا تنزل سريع لان لو وقعت سلم لي عليهم. بس
وصلنا الى المكان كلش حلو. شوف 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 المكان. شوفوا اكو هناك قرية او بلدة. شوفوا هناك بلدات موجودة كلش حلوة. الواحد ما ينزل اهن على هاي الصخرة. يا سلام يا سلام. سلم عن نفسه. خاف انا المرتفعات خاف. هذا كله مخيمين يضحوا اصحاب الخيم. شوف هذول مخيمين هنا. شوفوا 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 الخيمة وين. شوف اسفل تحت. شوف 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 المكان. وصلنا مكان بعد احلى. الدكتور يريد يروح هنا عند الهاوية. عند الهاوية لازم ناخذ صورة قبل. وصلنا المنطقة وهاي هنا شوفوا الجلسة نحضرها. وهاي شوفوا المنظر هنا المدينة ليلا على قمة الجبل. عافية عافية. يلا 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 جيب الأغراض. شعاش خلاص هم يصور. الدكتور يولع النار. طب راح يشتعل. شعلة الانتصار هذه. شعلة الانتصار بعدنا الجبل. تعال هنا تعال وقف هنا. تعال وقف وقف هنا 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 هنا. سوي هيك سوي هيك على النار. انتظار الشواء. شوفوا نحو يزيد شيء ادراجه نسيت. بايبي شو اخباركم اليوم باللبس العماني؟ اعذروني اهل سلطنة عمان، يعني هذه حاولت اسدها اكثر من مرة ما قدرت.